عبر إشارة ولغة خاصة يحاول طلاب الصم والبكم استيعاب دروسهم في المدارس الخاصة بهم في مدينة تعز بكل عزيمة وإرادة في واقع يبدو صعبا ومعقدا كثيرا. نؤدي الدرس كما شاهدتنا عن طريق التمثيل، المحاكاة، التقليد، إيصال لغة الأسبوع الإشارة عن طريق الشفاه، قراءة شفاه وغيره. الطالب طبعا في هناك تفاعل من الطلاب، تفاعل من الطلاب تفاعل، وهذه حسب الإمكانية طبعا الذي اسمه المتاح لنا، لكن يحتاج إلى اهتمام أكثر بهذه الشريحة كونها شريحة يعني ينقصها الكثير من الأشياء، من وسائل تعليمية، من برامج، من دورات تدريبية وغيره وغيره. ثلاث مدارس لفئة الصم والبكم في مدينة تعز، لكن حال هذه المدارس ليست بخير في ظل نزوح المعلمين وعدم توفر المواد العلمية، ناهيك عن افتقار هذه المدارس للأثاث المناسب، الأمر الذي انعكس سلبا على واقع تحصيل هذه الفئة التي تكافح للحصول على حقها في التعليم والتغلب على إعاقتها وواقعها. المشكلة التي نعاني منها في قسم الصم والبكم، أولا عدم توفر مدرسين لغة الإشارة، ثانيا عدم توفر المواد القرطاسية اللازمة لتعليم هؤلاء الطلاب، ثالثا بعد الأماكن السكنية للمدرسين. نحن نعاني من العجز في المدرسين الذين يتكلمون بلغة الإشارة. تحدي صعب يواجه تعليم هؤلاء ويتعاظم من عام لآخر في وقت تحاول بعض المؤسسات الإسهام في دعم تعليم هذه الفئة من خلال توفير العديد من الوسائل والإمكانيات، بالإضافة إلى حوافز مالية لعدد من معلمي المواد العلمية المتطوعين الذين لا يجدون رواتب رسمية حتى اليوم. هذه الشريحة تحتاج إلى وسائل تعليمية مناسبة لكل الفئات ولكل المواد الدراسية، حتى لاحظ من خلال زيارتي للفصل بأن القلم قد هو ناشف، ما عاد واضح الكتابة، وقلم السبورة الذي أكتب به قد هو ناشف، لا توضح الكتابة بشكل واضح للطلاب المتواجدين. الطلاب صراحة يريدوا أن يتعلموا ويريدوا أن يدرسوا من خلال ملاحظة الأم ومتفاعلين مع المدرسين، لكن تنقصهم إمكانيات كثيرة. التدخل الطارئ في دعم مدارس الصم والبكم لا يضمن استمراريته وسط تخوف من توقف هذا الدعم على المدى القريب، وهو ما يعني حرمان الكثير من هذه الفئة من التحصيل العلمي خصوصا في المواد العلمية في ظل غياب السلطة الرسمية في دعم وتبني مثل هذه المحاضن التعليمية. قبل شهر نحن وقعنا اتفاقية مع مدير مكتب التربية انه يعطي نحن مدرسين ونحن لمدة يعني عقد لمدة 6 أشهر، نحن اللي بنعطيهم الحوافز من المديرة نفسها من مجهود يعني من تمويل ذاتي من المديرة نفسها. مدير التربية تعاون معنا وقال انه كمان بيعطي نحن 2 مدرسين اللي هو حق الإسلامية والقرآن، إسلامية ولغة عربية. دعم كبير تحتاجه هذه الشريحة خصوصا في القطاع التعليمي حتى تتمكن من الانخراط في المجتمع بكل كفاءة وفعالية بعد حصولها على حقها من التعليم الثانوي والجامعي. فهل ستدعم وتسند أم ستترك تواجه مصيرها خذلانا وتفرجا؟ أحمد مكيبر لأضواء سهيل، تعز.